إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طرق تربية النحل أبيكلتير. نهار اليوم على كل حال هو نهار 22 جانفي 2024، وهذا الشهر على كل حال بعد هذا المنتصف هذا الشهر هذا من الطبيعي، وفي بعض المناطق خاصة المناطق اللي تكون هي مناطق ساحلية أو قرب ساحلية يبدأ فيها الإزهار، معناه تاع إزهار لنبات أو أشجار اللوز. هنا أشجار اللوز، شجرة اللوز تصبح أو تبدأ في الإزهار، وكما راكم تلاحظوا الآن هذه الشجرة هي الآن كلها مزهرة على كل حال، وإقبال كبير للنحل، النحلة مقبل إقبال كبير على جلب الرحيق وغبار الطلع من هذه الشجرة، لأنها هي عبارة عن شجرة لاحقية، وكذلك غبار طلع فيها، معناه هي من الاثنين، غبار طلع ولاحق كما راكم تلاحظوا الآن. وهذه كله عبارة عن نحل. الآن لو نقوم بتحريك هذا الغصن مثلا كما راكم تلاحظوا، إذا لاحظ هنا هذا كله نحل، يريد ماذا؟ يريد جلب هذا الرحيق أو غبار طلع. الآن في هذه المرحلة ما على الإنسان إذا كان لديه هذه الأشجار بكثرة أو توجد كذلك بساتين من هذا النوع، ما عليه إلا تقديم المحلول السكري للخلايا، ولا بد عليه أن يكون محلول سكري معناه واحد واحد، معناه واحد واحد هو كيلو غرام من السكر في واحد لتر من الماء، ويعطيها مباشرة للنحل، ولكن لا يكثر في الغذاية، معناه لا يملأ الغذاية، يقوم بمثلا ملء ثلث الغذاية فقط، وتنبيه النحل على وجود المحلول السكري. في هذه الحالة النحل يقوم مباشرة بجلب هذا المحلول السكري، لأنه درجة الحرارة تساعد النحل في جلب هذا المحلول السكري. وإضافة إلى ذلك تبدأ المالكة في وضع البيض وتجيش الخلية. إذا هنا كما راكم تلاحظوا الآن، نقرب الصورة على كل حال، هذه كلها شجرة مزهرة وكلها معناه تحتوي على نسبة كبيرة أو كمية كبيرة من النحل السارح اللي كما راكم تلاحظوا الآن، هذه كلها نحل سارح. حتى هنا الآن لاحظ هذا النحل السارح على كل حال، هنا لاحظ ممكن زهرة تجد فيها اثنين أو ثلاث نحلات، هذا يدل على أنه النحل مقبل إقبال كبير على هذا الأزهار. الذي يكون لديه هذا النوع من الأزهار أو هذه الأشجار، خاصة إذا كانت بساتين كبيرة، هي الآن بدأت في الإزهار، ما عليه إلا تقديم المحلول السكري وإطعام الخلايا أو تغذية الخلايا، تكون تغذية مباشرة. أنا خليكم مع هذا النحل، شجرة على كل حال مزهرة بالتقريب كليا، وهذا هو فصلها، فصل الإزهار، هذا فصل الإزهار. كذلك لابد على التركيز على سد كل الفتحات والتشققات الموجودة في الخلايا، هذا حفاظا عليها من التيارات الباردة، معناها تيارات الهواء البارد، هذا حتى لا تصيب الحضانة وتصيب النحل. لابد على كل الخلايا تكون
مغلوقة بأحكام، معناه وتكون مغلوقة أو مسدودة الثغرات والفتحات ما عدا فتحة الصروح. ما لكم تلاحظوا الآن هذا، نقرب بصورة، هذا كله نحل، لاحظ معي ما شاء الله كله نحل، هذا يرعى على هذا الأزهار، وما شاء الله حتى اليوم نهار مشمس ودرجة الحرارة على كل حال بالتقريب معتدلة حوالي 17 درجة. هذا جيد بالنسبة للنحل، جيد له بالنسبة له النحل حتى يقوم بالصروح. والصروح تاع النحل في هذه الفترة من الصباح، معناتها من حوالي 9 صباحا أو 10 حتى الخامسة مساء أو 4:30 مساء كلها صروح، معناه لديه مدة كافية من الصروح. لاحظ هنا تحسبه خلية نحل أو تحسبه طرد، هذا فيما يخص هذا الفيديو. إخواني على كل حال، أخواتي المشاهدين الجدد وكذلك القدامى، الاشتراك والإعجاب والبارتاج بإذن الله، وشكرا.